اهلا بحضراتكم، انا اسمي اسلام حنفي ودي قناه اسمها بتاع تكتيك. الاهلي بيتعادل قدام وادي دجله 0-0 عشان خاطر الاهلي يفقد اول نقطتين في مسيرته في الدوري المصري. الموضوع كان صعب جدا وكان مرهق، خصوصا كمان ان بعد وصول الاهلي للفورمه المثاليه مع الثلاثي الهجومي اللي كان بيتميز بالسرعات زي طاهر محمد طاهر وزي محمود كهربا وزي كمان محمد شريف، فجاه اكتشفت مره واحده ان انت محتاج نلف ونرجع تاني. في اصابات كورونا، اللعيبه مش جاهزه ان هي تنزل تلعب النهارده قدام منافس صعب جدا قدام الاهلي والزمالك زوار دجله، بتلاقي ان انت والله مضطر ارجع للحرس القديم، مضطر ان انا ارجع لوليد سليمان وارجع لحسين الشحات اللي لسه راجع من الاصابه. رجوعك لوليد سليمان وحسين الشحات خلاك تكون قدام مأزق تكتيكي جوه الملعب، لانك فجاه بقت مضطر ان انت ترجع تلتزم بال 4-4-2 بحذافيرها. فجاه اكتشفت ان انت لازم تدي لحسين الشحات دور الهاف اللي بيلعب قدام احمد رمضان بيكام، وليد سليمان برضه دور الهاف اللي بيلعب قدام علي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي اثنين ثوابت، وخط الدفاع طبعا بيكون ثابت زي ما احنا بنتكلم احمد رمضان بيكام وعلي معلول وايمن اشرف وبدر بنون ال 4-4-2. الناحيه الثانيه باو فاسيليوس بال 4-3-3 بتاعته كان الراجل قادر ان هو يقفل على مكان من خطوره الاهلي بال 4-4-2 في الحاله الدفاعيه، 4-3-3 جوه الملعب اهي، بس ال 4-4-2 جوه الملعب كان بتاثر عليه الخطوره اللي الاهلي ممكن يعملها عليه في الاطراف. فتخيل بقى ان انت تلعب على فرقه زي الاهلي بال 4-4-2 وتظلم وليد سليمان وسط اثنين زي اسحاق يعقوبي، وتلاقي ان كمان بيضيف له مسانده دفاعيه من امير عادل، وبتلاقي ان الناحيه الثانيه وليد سليمان برده بيتزنق قدام جورجينيو وقدام ايهاب المباركي. فبتلاقي ان انت والله يا جماعه فكره ان انا اخترق من على الاطراف الموضوع بيكون بالنسبه لي صعب جدا، فبتحاول ان انت نرجع بقى للعمق نشغل حمدي فتحي ونشغل كمان اليو ديانج، وتلاقي ان لا والله يا جماعه معلش في ال 4-3-3 بتاعتنا دي خلصنا موضوع الاطراف بقى ولعبنا بال 4-4-2، معلش ما احنا لما نلعب بال 4-4-2 برده هتلاقي ان احنا مضطرين نرجع احمد مجدي ونرجع محمد رضا علشان خاطر يقفوا قدام منطقه الجزاء علشان ما يدوش اي مساحه للعيبه الاهلي للابداع في المنطقه اللي بتسمى في عالم كره القدم ما بين الخطوط. اقول خطوط المنطقه اللي مفترض بتكون فيه فراغ ما بين الاثنين مساكين والاثنين ديفندرات، لا النهارده الاثنين ديفندرات ما كانش فيه فراغ ما بينهم اطلاقا. في الشوط الاول كنت بتلاقي ان محمد رضا واحمد مجدي قايمين بالدور ده بامتياز، علشان تتحول الطريقه من 4-4-2 بتطبق جوه الملعب لفجاه بتلاقي ان والله يا جماعه الطريقه اللي جوه الملعب وادي دجله حرفيا بيلعب بال 4 ثابتين دفاعيا وكمان الاثنين قدامهم، فبتلاقي ان وادي دجله بيلعب بالسته في الحاله الدفاعيه وقدامهم اثنين بيكون قدامهم امير عادل وجورجينيو، وبتلاقي ان كالدرون بيجي له مسانده هجوميه نوعا ما من احمد صلاح اللي بيدي له مسانده هجوميه وبيرجع في الحاله الدفاعيه والكره مش معاه. بتلاقي ان الموضوع بالنسبه لك مرهق وانت ما عندكش سرعات ولا عندك صانع العاب يديك شويه ابداع، فهتلاقي ان الشوط الاول طلع عامل ايه؟ الشوط الاول بتحاول انت تخترق عن طريق سرعه زي صلاح محسن الوحيد اللي ممكن يجري، لا حسين هيجري ولا وليد هيجري، فبتلاقي ان صلاح بيستلم من وليد وبيحاول ان هو يصوب والكره بتطلع بره وتقلش، وفجاه تلاقي ان انت عملت شوط اول بتحاول تلعب في نص الملعب، لعيبه وادي دجله بدنيا جاهزين ان هم يضحوك في نص الملعب وتكتيكيا ملتزمين بكل حرف بيقولوا بابا فاسيليوس بره لحد ما توصل ان انت الشوط الثاني. الشوط الثاني بالنسبه للاهلي كان الموضوع صعب ومرهق تماما، مضطر انك تلعب بكل اللعيبه اللي موجوده جوه الملعب لانك ما عندكش بديل. هتبص بره هتلاقي ان احمد ياسر ريان هو الوحيد المتاح انك تنزله وتهاجم بيه، لا ادنى محمد شكري ينفع ان انت تنزله، ولا عربي بدر ينفع انك تنزله، ولا ينفع انك تحط سعد سمير في السكور الا لو انت شايف ان المباراه ممكن تكون سهله، ودي حاجه كنت مستغرب منها جدا من موسيماني، بس عادي موسيماني للامانه اديله كل الاعذار لان ما عندوش هيلعب بمين. الراجل بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يعمل حاجات جديده، يعني حتى لما حاول ان هو في اللحظات الاخيره يخلي حسين الشحات هجو مهاجم تاني مع احمد ياسر ايان كان الموضوع خلاص مفيش. مع محمد شكري فكره ان انت توديه جناح شمال وفكره انك تكمل بوليد سليمان 70 دقيقه او 65 دقيقه الموضوع هيبقى ظلم ظلم ظلم، لان وليد سليمان مش هيقدر يديك اكتر من 45 دقيقه، السن والعمر والبطء في الحركه حاجات كتيره قوي، غير كمان انك فجاه لقيت ان بابا فاسيليوس قال لك معلش يا جماعه احمد عمرو صلاح مش مقدم دوره، انا انزل احمد سعيد، واحمد سعيد هيكون هو محمد رضا على خط واحد علشان خاطر احمد مجدي نطلع نحرره شويه ونديله دور الهجوم اللي كان بياخده عمرو صلاح مكانه، وفجاه بتلاقي ان والله يا جماعه برضه نفس التعقيده هي نفس اللي بابا فاسيليوس عامله هو حتى كمان بنحاول نخترقه بنلعب كورسات بنلاقي نلعب منصف قارب مانويل نوير. طريقه كان مسدود المسدود المسدود يا ولدي والنقطه عليك مكتوبه يا ولدي، خلاص يا جماعه خدوا النقطه يا جماعه انتوا جيتوا في جامعه ده دوري يا جماعه هنفضل ماشيين احنا طول الخط كده دور اول ودور ثاني، خد تعادل عادي حاولت على قد ما بقدر، ما عنديش لعيبه اقدر ان انا اعمل بيها فرق موجود عندي على الدكه. لعبت جوه الملعب حسين الشحات عنده بطء، وليد سليمان عنده بطء،
حسين الشحات حتى في الكره اللي رايحين يا جماعه هجمه مرتده اهو، دجله معاه الكره، احنا معانا المرتده. لا حسين الشحات انا عايز اعدي واحد على واحد بقى، انا عايز ارجع المزاج بتاعي الكوره. المشكله بكده ان احنا دقنا بقى زمن السرعات، نرجع بقى الزمن ما وراء الشلل، يعني نرجع بقى الزمن اللي هو انا مش هجري، انا هنزل استلم واحاول اعدي واحد على واحد، بعد ما اعدي واحد على واحد اعدي واحد على اثنين، بعد ما اعدي واحد على اثنين افكر ان انا اعدي واحد على ثلاثه واشوط بقى. اللي هو ما احنا كنا في قمه سلاستنا قدام ماتش الاتحاد لما كنا بنلعب وان تاتش، اما كان اليو بيدي لطاهر محمد طاهر وتاهر يطير، بيدي الكهرباء الكهرباء يطير، بيدي لشريف شريف يطير. انما لا، نرجع بقى للكلاسيك، هندي واحد على واحد خلاص، خلاص انا بشياكة، الفرقه اللي قدامك واقفه قدام 18 بتاعتها ما حدش هيطلعها غير الشديد القوي، هتيجي هتجيب جول ازاي؟ العب عرضيات، عملت عرضيات الجون بتاعهم قلب مانويل نوير والراجل عمال يطلع وعمال يصد، والراجل فجاه بتلاقي ان حتى الكره بتاعت علي معلول اللي هي مفترض ان هي تعمل سويرف وتلف، لا ما لفتش، الكره هتطلع في نص الجون والراجل بيطلعها عشان خاطر فجاه تكتشف ان محمد عبد